مستمرين في تغطيتنا، ومعانا واحد من نجوم النهارده للمباراه واللي شارك بصفه اساسيه، كريم الدبيس. يعني كريم، الف مبروك الفوز والف مبروك الاداء النهارده ومشاركتك في بطوله افريقيا، يمكن اعتقد دي المشاركه الاولى في بطوله دوري ابطال افريقيا. الله يبارك فيك. الاول الحمد لله، ده كرم من عند ربنا طبعا، ببارك للعيبه وببارك للجهاز وببارك للجمهور طبعا. الحمد لله ده اول ماتشين لينا، وان شاء الله البطوله دي بتاعتنا ان شاء الله. كريم، يعني مشاركتك النهارده ومستر مارسيل كولر اكيد اتكلم معاك والجهاز المعاون، يعني احكي لي بقى، قال لك ايه، حفزك ازاي قبل المباراه، وايه اهم الحاجات او التعليمات اللي قالها لك قبل بدايه المباراه؟ لا الكلام كله كان من مستر كولر واللعيبه الكبيره، العب لعبك ما تخافش، اول ماتش عادي، دايما بيبقى اول ماتش الدنيا بتبقى مش كويسه، بس الحمد لله ظهرت بشكل كويس، وحاولت ان انا اكون في الاول بلعب السهله وبعد كده اتجرأ واعمل اللي انا عايزه، بس في الاول 5 دقايق لازم اكون قال لي في الاول لازم تكون بتلعب الصح وشكلك كويس، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. كريم، يعني انت يمكن محظوظ انك بتلعب وجنبك لاعب من اهم لعيبه افريقيا في مركز الباك ليفت، كابتن علي معلول، اكيد كان في حوار خاص بينكم، يعني قول لي اتكلم معاك ازاي وتعامل معاك ازاي قبل بدايه المباراه؟ لا طبعا كابتن علي قدوتي وبيتكلم معايا دايما، يعني مش ماتش ده بس، على طول بيتكلم معايا، حتى لو ما بلعبش بيقعد يتكلم معايا، بيتكلم معايا على طول بشكل كويس، ودي منافسه شريفه، وانا ده بعتبره اخويا الكبير وقدوتي، وبحب اتكلم معاه دايما في كل حاجه. جمهور النادي الاهلي وكلمه ليه بقى، والنهارده استقبلك استقبال خاص. طبعا جمهور الاهلي على دماغي، اصغر حد فيهم من اصغر حد لاكبر حد، جمهور جميل، جمهور ورا الفرقه في اي مكان، وان شاء الله نقدر نسعدكم ونقدر نفرحكم كده ان شاء الله. شكرا كريم، ودايما موفق باذن الله، وتكون بدايه خير باذن الله. حبيبي ان شاء الله. سلام. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كريم الدبيس، واحد من عناصر الصاعده اللي كان بيشارك النهارده بصفه اساسيه. يا رب النادي الاهلي دايما في بطولات وانتصارات، ويا رب دايما النادي الاهلي يفضل رقم واحد. كمان كابتن ايمن، اتفضل.